بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اللقاء المتجدد دائما وأبدا بإذن الله سوف نتحدث حول موضوع التفسير الفيزيائي للمشتقة. ملاحظة مهمة: اشتقاق المسافة بالنسبة للزمن يعطي سرعة، واشتقاق السرعة بالنسبة للزمن يعطي التسارع أو العجلة. أيضا لا يتم تحديد اللحظات الزمنية المطلوبة في كل المسائل، بعض المسائل يعطي تلميحا، هنالك بعض التلميحات مثل على سبيل المثال بداية الحركة، لحظة الانطلاق، السرعة الابتدائية، تعني كل هذا يعني أن الزمن يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. أيضا وصول الجسم إلى سطح الأرض، انطلاق جسم من نقطة ما تكون عندها المسافة تساوي كم؟ تساوي صفر. وهكذا أيضا في يعني الكثير من التلميحات. خلينا نشوف بعض الأمثلة على هذا الكلام. يقول مثال: يتحرك جسيم وفق العلاقة فاء نون يساوي نون تربيع ناقص الأربعة نون زائد الاثنين، حيث فاء المسافة بالمتر، نون الزمن بالثواني. المطلوب بداية السرعة اللحظية عندما نون تساوي ثلاثة. إذن السرعة هي عبارة عن مشتقة المسافة، عين نون هي عبارة عن ماذا؟ مشتقة المسافة، نون تربيع اثنين نون ناقص أربعة نون، إذا ناقص الأربعة، والثابت مشتقة يساوي صفر. طبعا هو يريد عندما نون تساوي الثلاثة، إذا نقول هنا تساوي اثنين في ثلاثة ناقص الأربعة، اثنين في ثلاثة فيها ستة، إذا ستة ناقص الأربعة يساوي اثنين، الوحدة عبارة عن متر على الثانية. ماذا عن التسارع؟ التسارع مثل ما اتفقنا هو عبارة عن مشتقة السرعة، اثنين نون مشتقتها اثنين ناقص الأربعة مشتقتها صفر. إذن التسارع عندما نون تساوي الخمسة، إذن نعوض عن كل نون موجودة في العلاقة متعلقة بالتسارع نعوضها بخمسة، اثنين ولا توجد أي نون. إذن التسارع عند نون تساوي خمسة وعندما نون تساوي خمسة تساوي اثنين. المطلوب إيجاد المسافة في اللحظة التي تنعدم فيها السرعة. طيب ما هي اللحظة التي تنعدم فيها السرعة؟ أولا إذن هذه تلميحا، إذن نجد الزمن الذي تنعدم عنده السرعة، أي أن السرعة تساوي صفر، عندها تكون اثنين نون، اثنين نون يساوي كم؟ يساوي طبعا بنقل السالب أربعة إلى الجهة الأخرى، إذا اثنين نون تساوي الأربعة، عندها النون تساوي الاثنين. إذا يحدث أن تنعدم سرعة هذا الجسيم عندما نون تساوي كم؟ نون تساوي الاثنين. الآن إذا ما هي المسافة عندما تنعدم هذه السرعة؟ المسافة راح تكون نعوض، إذا فاء تساوي اثنين تربيع ناقص أربعة في اثنين زائد الاثنين، هي قيمة ماذا؟ قيمة المسافة. إذن أربعة ناقص الثمانية زائد الاثنين يساوي السالب اثنين متر. قذف جسم رأسيا إلى أعلى من أعلى قمة برج حسب العلاقة فاء نون يساوي ثمانية نون ناقص نون تربيع زائد العشرين. أولا المطلوب ارتفاع البرج، طبعا هو ابتدأ قذف الجسم من أعلى قمة ذلك البرج، إذن في الزمن صفر
ارتفاع البرج، الارتفاع يساوي ماذا؟ يساوي الفاء في اللحظة صفر، في الزمن صفر، راح يكون الجسم وين موجود؟ أعلى البرج. إذن هذا يعني يساوي 8 في 0 ناقص 0 تربيع زائد 20 يساوي 20 متر. إذن هذا هو ارتفاع البرج، أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم بطبيعة الحال عندما تكون ماذا؟ السرعة مساوية للصفر. إذن يحدث أن يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع عندما تكون السرعة تساوي صفر. إذن هنا أولا محتاجين إلى إيجاد السرعة، وذلك من خلال اشتقاق المسافة. إذن 8 ناقص 2 نون، وبعد ذلك نساوي السرعة بالصفر لإيجاد اللحظة التي يصل فيها الجسم إلى أقصى ارتفاع بنقل 2 نون إلى الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة بالطبع، راح يكون عندي 2 نون يساوي 8، إذن النون تساوي 4. إذن لإيجاد أقصى ارتفاع نعوض بالعلاقة، فنون عندما نون تساوي كم؟ عندما نون تساوي 4، إذن نون تساوي 4، عندها يكون 8 في 4 ناقص 4 تربيع ناقص 4 تربيع زائد 20 يساوي 8 في 4 إذا 32 ناقص 16 زائد 20 32 ناقص 16 في 16 زائد 20 في 36. سرعة الجسيم عند ارتطامه بالأرض، طبعا يحدث أن يرتطم الجسم بالأرض عندما تكون المسافة تساوي كم؟ مسافة تساوي صفر، عندها نجد الزمن. إذن 8 نون ناقص النون تربيع زائد 20 اللي هي العلاقة مع المسافة نساويها بالصفر. هنا يرتطم الجسم على الأرض أو بالأرض، منه نجد أن بتغيير الإشارات استخرج قيمة النون، نون تربيع ناقص 8 نون ناقص 20 يساوي الصفر. الآن نبحث عن عددين حاصل ضربهما سالب 20 ومجموعهما سالب 8. العددين هما طبعا سالب 10 وموجب 2. إذا النون طبعا أكيد راح تساوي كم؟ راح تساوي 10، والنون تساوي سالب 2 مرفوضة، هذه مرفوضة. إذن النون فقط لا غير تساوي كم؟ النون فقط لا غير تساوي كم؟ 10. الآن هو يريد السرعة، صحيح؟ إذن السرعة في هذه الحالة، السرعة راح نقول هذا علاقة السرعة. إذن عين في تلك اللحظة اللي هي عين 10، عين 10 تساوي 8 ناقص 2 في 10، 2 في 10 إذن 20، 8 ناقص 20 إذن السرعة تساوي كم؟ سالب 12. أرجو أنني قد وفقت في توضيح هذا المفهوم ونقله إليكم بصورة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.